دي فوضى يا أستاذ. إزاي موظف طويل عريض زي ده يجي من بيتهم ويخبط على الآنسة ويقعد ويطلب قهوة؟ كل ده عشان يقول لها إيه؟ صباح الفل يا آنسة، بتعمل إيه؟ خلاص يا فندم، هاخد اسمه، هجازيه، من بكرة الصبح هخليه يقول لها صباح الخير. أنا ما أحبش حد يقول لحد صباح الخير، ولا صباح الفل، ولا أي حاجة من دي، فاهم؟ حاضر يا فندم، حظر تعليمات فورية إن أي موظف يقابل زميله الصبح يتف في وشه. أمين أفندي؟ أفندم مخصوم لك 3 أيام. ليه بس يا بيه؟ لعدم الفهم، وتلاتة تانيين عشان ليه يا بيه؟ خلاص بلاش ليه يا بيه، بقى 9 دلوقتي، ولو اتكلمت تاني هيبقوا شهر. اتفضل امشي يا فندم. انا اتفضل يا فندم، انا هحاول. اتفضل تعال. انا مش هضربه، انا بس هفهمه. محمد عارف مش هيفهم كده، يبقى اضربه بقى. يا نهار اسود،